هناخدك في الحلقة الأولى اللي بنتكلم عليها، وهي ضربة الجزاء وخط ال 18 وربع الكورة والكلام اللي كان يعني مسموع بوضوح للجماهير اللي بتتابع اللقاء في شاشات التلفزيون. آخد رأيك فيها يا كابتن. طيب خليني الأول أكلمك في الحالة الفنية وبعد كده هروح لموضوع الصوت اللي طلع ده. تمام. طيب مبدئيا كده عشان قبل ما نبدأ كلامنا، خطوط منطقة الجزاء هي جزء من منطقة الجزاء. تمام. وده طبقا لقانون كرة القدم. زي ما قال الكابتن عصام مرعي طبعا. بالظبط. سواء المخالفة حصلت على الأرض أو في الهواء على خط منطقة الجزاء فهي داخل منطقة الجزاء. تمام. النهارده مكان يعني تمركز أمين عمر لحظة المخالفة ما كانش يسمح له يشوف التفاصيل. لكن محمد عادل تدخل، ويمكن يعني لو معانا الصور نعرضها. معروف. محمد عادل معروف. لما محمد عادل تدخل جاب لي أمين عمر الكل الزوايا. لو تفتكر يا كابتن محمد احنا كنا قبل كده بنتكلم ان كان بيجي تتعرض الزاوية من زاوية واحدة ويقول لك الزاوية دي خديعة والزاوية دي مش واضحة. لكن النهارده محمد عادل ما تقدرش تتكلم على تدخله، يعني تدخل بشكل احترافي رائع. لما امين عمر راح راجع، امين عمر في الاول ما كانش مقتنع ان هي لمسه يد. محمد عادل استعرض له الحاله وجاب له اللحظه يعني الزاويه الخلفيه اللي بتؤكد ان الايد الشمال هي اللي كبرت الجسم وعملت بلوك للكوره اثناء مرورها. تمام. وفي الحوار وفي الحديث محمد عادل امين عمر لما اقتنع في الاخر ان هي لمسه يد، بعدين رحنا لحاجه اسمها الحقيقه المكانيه، وده طبقا لبروتوكول الفيديو. الحقيقه يا كابتن قولها تاني معلش. الحقيقه المكانيه يعني ده لفظ بيستخدم في بروتوكول تقنيه الفيديو، اللي هو احنا هنا ما ينفعش نختلف مع بعض. يعني طالما هنا في حقيقه مكانيه اللي هي اللي احنا الصوره اللي عرضها محمد عادل وقربها عمل عليها وقربها عمل زوم عليها بالظبط، دي اسمها في بروتوكول الفيديو الحقيقه المكانيه. هنا خلاص امين عمر في اللحظه دي قال له ثلاث ارباعها بره وربعها جوه. يعني هو كمان بياكد، مش ده اللي انا بقوله، ده اللي الناس كلها سمعته. هو بياكد ان الكوره على خط منطقه الجزاء في الهواء. محمد عادل قرب له ووري له ان البوينت اوف كونتاكت او لحظه التلامس الايد كانت على خط منطقه الجزاء، ولحظه التلامس كانت على خط منطقه الجزاء. تمام. ففي النهايه كان راي امين عمر انا مش مقتنع. انا مش مقتنع. تمام تمام. لكن طبعا الحقيقه المكانيه هنا كلمه انا مش مقتنع دي ممكن تحصل في الحوار ما بين حكم الفيديو وحكم الملعب لما بتكون في حاله فيها يعني حاله تقديريه. بس بدون قطع كلامك يا كابتن محمد، انت في بدايه الكلام ان خط 18 جزء من منطقه 18 فهي نصها جوه ونص بره. فاوتوماتيك اهم حاجه كابتن مرعي استكمالا لكلامك يا كابتن. طيب ربع الكوره لنص الكوره هل دي تفرق؟ بالظبط. لا الفيصل هنا فين؟ الفيصل هنا فين؟ لحظه التلامس نقطه التلامس فين؟ داخل على الخط. يعني ممكن تبقى الكوره جوه لكن لحظه التلامس او نقطه التلامس بره، فهنا المخالفه هتبقى بره. فالفيصل هنا النقطة التلامس الايد، لحظه التلامس كانت على خط منطقه الجزاء. الايد نفسها مش الكوره. طب كابتن محمد بعد اذن حضرتك اتفضل. كابتن دي لو على الاهلي او الزمالك مش كانت عدت؟ لو كانت على الاهلي او الزمالك عدت ازاي؟ الزمالك مش هتحسب. طب ما اتحسبتش كابتن. لا انا بتكلم عشان الجدل الكبير. انا بتكلم دي لو على الاهلي والزمالك مش هتاخد الجدل ده. لا كابتن خلونا معلش بقى، انا دلوقتي كحكم لا ارجع بقى اهلي وزمالك مولين يا راجل. في السنه من سنتين نفس الكوره كده كانت جت في ايد معرفش مين في الزمالك وما اتحسبتش، اتردت. كان ماتش زمالك ومولين اتردت اتحسبت. طب يا كابتن محمد سؤال بس واحد يا كابتن بعد اذنك، هو قرار الكابتن امين عمر صحيح ولا مش صحيح؟ لا طبعا قرار الكابتن امين عمر مش صحيح. هنا في ركله جزاء صحيحه لم تحتسب لنادي زمالك. بس كده ده اللي انا عايزه. لكن الامور واضحه على فكره. انا ليه قلت لحضرتك في الاول، انا قلت لك في حقيقه مكانيه ما ينفعش نختلف، دي مش حاله خلاص تقديريه. خلاص هي على الخط، ايديها على الخط، بالتالي اي تلامس تعتبر ضربه جزاء يعني. فالصوره اللي عرضها محمد عادل بصراحه وتدخله واستعراضه للحاله بصراحه انا بحييه عليه، لان احنا نادرا ما كنا بنشوف. طب من وجهه نظرك ليه كابتن امين عمر ما اقتنعش زي ما هو قال لك انا مش مقتنع؟ من وجهه نظرك ليه يعني؟ ما دام الامور زي ما بتقول كده حقيقه مكانيه وهو شايف ان الكره برضو لمست يد ولكن ربع الكوره، طيب مش في قانون والقانون هو اللي بيمشي عليه الحكم؟ بالظبط ده اللي هو قاله، هو ده نص القانون. ده اللي امين قاله، يعني هو قال لك ثلاث ارباعها بره وربعها جوه، فاللي هو قاله هو ده القانون. يعني امين نفسه ادان نفسه باللي هو قاله. بس ممكن يا كابتن محمد تتفق معايا ان ممكن الكابتن امين، وده بيحصل للعيبه العالم وحكام العالم، النهارده مش موفق مش مركز؟ والله يا كابتن مرعي بص انا هقول لك، النهارده امين مش يوم النهارده
امين على فكره طوال الحكام الكبار جدا طبعا مفيش كلام، هو واحد من الحكام المتميزين كمان، واحد من طبعًا حكامنا المرشحين لكاس العالم. ده مش عيب، ده مش عيب، لا مش عيب، ولكن هو المشكله النهارده اللي حصلت له في اللعبه دي. انا بصراحه لحد النهارده لحد اللحظه اللي انا بكلمك فيها دي من بعد انتهاء المباراه انا مش عارف اوجد له المبرر. طيب يعني في نفس الحاله كابتن قبل ما اروح لحاله ثانيه اللي انت بتقول الحاجه، ممكن واضح ان كابتن امير عمر نفسه النهارده وده بيحصل حتى لعيبه الكوره والحكام بيبقى غير موفق. الكوره اصلا اتلمست واللعب اشتغل وفجاه لقينا كابتن امير عمر بيوقف وبيطلع على الفار، هل ده يعني في القانون ايضا ولا بيستنى لغايه لما يحصل فاول تطلع الكوره اوت وبالتالي بياخد الاجراء الخاص بالفار؟ لا لا، اللي حصل صح، اللي صح حصل مظبوط. بدليل ان لو تفتكر يعني لو تفتكر امين رجع بالاستئناف لما استأنف اللعبه وما خدش قرار حكم الفيديو، رجع بالاسقاط. بس احنا كنا دايما بنشوف الحكم بيفضل سايب اللعبه لغايه لما الكره تطلع اوت يحصل فاول، يعني ده اللي احنا دايما متابعينه فيه. الكابتن محمد عادل قال له تعالى. ايوه ماشي يا كابتن، ما هو بيقول لك كابتن محمد عادل قال له تعالى دلوقتي. ايوه هو اللي عمله محمد عادل. صح اللي عمله محمد عادل صح، لان انا ما ينفعش اسيب اللعب يستمر. عارف لو محمد ساب اللعب يستمر وقعدنا فتره يقول لك ده انت جاي تفتكر دلوقتي بعد ما عدى. بس ده احنا شفنا ماتشات كتير كانت بتحصل فيها كده كابتن، بتقعد مثلا دقيقه كوره وبعد كده والله بعد كده الكوره تطلع اوت بعد كده بياخدوا القرار. ده احنا شفتها في الدوري الانجليزي امبارح في ماتش توتنهام تقريبا وارسنال تقريبا، كان في حاجه زي كده. حاجه تستدعي ان محمد يستنى، ان محمد عادل يستنى الكره ساكا اللي جاب الهدف ضربه الجزاء. خلي بالك بروتوكول الفار بيسمح له، بيقول له وقف لعب وتعالى في يعني ده ممكن طبيعي يحصل يعني. عادي. عايز اقول لك محمد كان في حاجه هنا، ممكن محمد عادل ما يستدعيش امين. عارف امتى؟ لو كان امين عمر احتسب لمسه يد من خارج منطقه الجزاء والقرار هنا لمسه يد، كان محمد عادل هيقول له الكوره من داخل منطقه الجزاء وما كانش هيبقى فيه مراجعه، لان هي دي الحقيقه المكانيه اللي بنتكلم عليها، ده طبقا لبروتوكول الفيديو. ولكن لان القرار اصلا مش لمسه يد مفيش قرار، فعشان كده استدعى امين للمراجعه. طيب بص يا كابتن محمد،